بنجدد التحية على حضراتكم. وزارة الصحة النهاردة أعلنت إيجابية نتائج تحاليل المعملية لحالتين مصابتين بكوفيد، تحديدا المتحور الجديد JN.1، وقالت أنه الحالة الصحية مستقرة، ما فيش أي حاجة طبية لدخول الحالتين للمستشفى. أكدت كمان أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره واحد من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالإنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، وأنه ما فيش أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي. أحب أفكركم بس إيه هي الإجراءات: التطهير المستمر للأيدي والأسطح، عدم خروج المصابين من المنزل، ارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج. يمكن دي التوصيات القديمة، بس يعني بقدر الإمكان نحاول أن احنا نلتزم بيها. تهوية، عدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية، ارتداء الكمامة، كل دي حاجات نرجو ان احنا بس نخلي بالنا منها.